لمدينة العمارة معالم معروفة لأهلها الأصليين، ربما اندثرت بعضها بمرور الزمن. ومن أبرز تلك المعالم المعروفة لدى المثقفين في المدينة المكتبة المركزية، التي كانت تعد من أكبر مكتبات الشرق الأوسط. كذلك سوق العمارة الكبير، وهو من أبرز معالمها التراثية والفنية، حيث أنه معقود بالطابوق المبني مع الجص، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد العثماني، حين أمر الضابط العثماني محمد باشا الديار بكري ببنائه عام 1870، فأطلق على السوق تسمية سوق الباشا آنذاك. ويتميز بالبناء المعماري القديم ذي القباب المتسلسلة، ويعد السوق أحد أقدم الأسواق العراقية التراثية التي حافظت على طرازها المعماري الأثري. ويمثل السوق الآن جناحان، جناحه الأيمن خصص لبائعي القماش وخانات التبضع، وجناحه الأيسر محلات لبيع الأجهزة الإلكترونية. لكن السوق تقادم عليه الزمن وأصبح يعاني من الإهمال خلال السنوات الماضية، وسقطت العديد من الشبابيك الخشبية. ويوجد في السوق محلات للسمك فيها أنواع مختلفة من السمك البحري والنهري، ولهذا السوق شهرة عند السكان حيث يزدحم بالمتبضعين.